هنا سيد فتحي أن فرص بوريس جونسون في تمرير الاتفاق هذه المرة أكبر من أي وقت مضى. لا، هو أكيد لو نظرنا بنظرة سريعة جدا بالأرقام نقول أنه تريزا ماي عندما تقدمت باتفاقها مع الاتحاد الأوروبي في المرة الأولى، يعني خسرت بفارق كبير جدا لأول مرة في تاريخ بريطانيا 230 صوت، ثم انتهى بها الأمر في التصويت الثالث إلى 58 صوت فارق فقط. ولكن الآن نحن نرى أنه 322 صوت مقابل 306 صوت في التصويت اليوم، يعني بفارق 16 صوت فقط. إذن وكأن بوريس جونسون كان شبه متأكد أن هذا الاتفاق سيمر اليوم وسيكون انتصار كبير له ويحتفل اليوم، ولكن حتى ولو يعني ذهب إلى البرلمان مرة أخرى ويجب عليه أن يتقدم للبرلمان يوم الاثنين، ويبقى الأمر بيد رئيس البرلمان إن قبل ذلك أم لا، يعرضه للتصويت أم لا. ولكن حتى لو قبل رئيس البرلمان بذلك فإن الأمر الذي وقع اليوم هو يعني يصبح في شكل القانون الملزم لرئيس الحكومة بأن يطلب التمديد، وإن لم يفعل هذه الليلة فبالتالي أنا أعتقد أن هناك ذهاب إلى المحكمة العليا لإجبار رئيس الحكومة على أو رئيس الوزراء على أن يذهب أو يذهب للاتحاد الأوروبي ويطلب التمديد. فإذا المسألة ما زالت تراوح مكانها، لا نستطيع أن نقول أنه بوريس جونسون نجح، ولكن أنا أعتقد أن البرلمان يعرقله، وخاصة أن المعارضة هي من مصلحتها أن لا ينجح حزب المحافظين في أن يوقع مثل هذا الاتفاق وينجح، وإنما نعتقد أن المعارضة تدفع من أجل يعني الانتخابات السابقة لأوانها. وجيريمي كوبن يصرح اليوم يقول أنه إذا وصلنا نحن للبرلمان للحكومة أو للحكم فإنني أقول أنه بعد 6 أشهر من وصولنا سوف نعرض المسألة مرة أخرى للاستفتاء، وهذا الذي طلبه الجماهير الكبيرة التي خرجت اليوم في وسط لندن تطالب باستفتاء آخر، يعني إرجاع المسألة إلى الشعب البريطاني. طيب سأعود إليك في هذه النقطة.